السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو عم صوره لأنه شوفوا منظر الشمس هون طالع هلا هون عنا، تمام. وهلا رح أرجع صور لكم الطرف الثاني طالع القمر كمان. ففكرة التصوير تبع هذا الفيديو إنه الشمس سبحان الله طالع لسه، وعلى اليسار هلا بس لصور لكم رح تشوفوا القمر. فسبحان الله، يعني سبحان الخلاق. شوفوا هاي القمر هون على الطرف الثاني على اليسار. رح اعمل زوم عشان تشوفوا القريب. سبحان الله، شايفين شيء حلو، عظمة الله سبحان الله. هاي القمر هون، هاي الشمس الطرف الثاني طالع. شوفوا منظرة على المي واحلى كيف طالع. شايفين منظر الشمس بأحلى، حلو كتير منظر الشمس كمان على المي. هلا انتو راح تستغربوا انه انا ليش بصور على طول بهذا المكان. هذا المكان لانه مكان شغلي، وبوقت الاستراحة بجي انا بصور هيك شغلات، وهدول طير النورس على طول موجودين. فانتو بتقولوا هلا سرعتنا بطير النورس، كل شوي بتصورنا طير النورس. بس هن موجودين معي يعني على طول. بس فكرة الفيديو هذا هلا انه عم نصور الشمس كيف طالعة والقمر طالع على الطرف الثاني. سبحان الله، يعني